يا حج يا مبرور يا خمس الأركان يا حج يا مبرور. ما مع شباب في معنا شباب مننا نبينا ايه انت لنا زي ما تسلم مع احمد فلان ايه نعم والباقي كبار كبار انت لنا هم يقولوا الشيء ايه يقولوا الحج بشك ايه كنت يسلمني اربع خمسه بشكات نعم انت لنا باللواري والبنيتات انت لنا. تنزلوا يوم كم؟ يوم سبعة تنزل على فين؟ على عرفة. على عرفة؟ ايه على الطائف اذا ما راح يوم سبعة ولا نزل عرفة ولا ما حج. تجلسوا ايش تبدأ تسوي؟ من يوم نجي من هنا تعرف الدرجة ننزل من هنا يا طويل العمر احيان من الصباح عشان نجي عرفة بعد العصر واحيان بعد صلاة الظهر متصلا بعد الظهر بعد الظهر الساعة 2 كده نعم عشان نجي عرفة قوام ونجي على ركبة على الطائف فرع القرين أيه. محل الحطب والفحم وحراج الخضرة والفواكه ديك الأيام وزمان أيه. والعنب والرمان تخربز الدنيا كلها هذه ركبة على الطائف تلتقي تنادي تدور على الطائف تلتقي بالركبة فهمت لنا وهذا واللي ياخذ عادة والغنم معانا الذبيحة معانا فهمت لنا ما ينزل هناك إلا حتى ذبح الخيار وسحبوا الحطب من هناك أيه. وولعوا واللي نصبوا الخيام فهمت لنا واللي سوى الشاي بالدابور الغال فهمت لنا الكل اشتغل بعدته أول يوم أول سبعة يوم ثمانية ويوم تسعة وإمتى لا سبعة قدنا نغلق راح ايه ايه نعم ثمانية وتسعة وخمسة ايه الوقفة ومنها على مزدلفة ومنها نفس الطريقة تنصبوا كله ننصب معانا نحن فينا قاعدة ثانية ايه غير على الطائف ايه قاعدة عندنا نحن ما نشتري لحم من منى ها غنم من منى ما نشتري من ذبح نحن غنمنا نشتريها من عرفة ونحطها معانا معاكم سأطلعها منها حج معنا حج ناس من مكة ايه؟ من جمع من هذول حجة خبيبة واحد ولا اثنين ايه؟ استغربوا فينا يقولوا انها تمتم بكرة يا خامس الأركان شهر الحرام والأمن جاء الحجيج فرحان.